هذا وتوجت الجزائرية مينا بالقاضي بالميدالية البرونزية في رياضة جيدو وزن أقل من 63 كيلوغرام بعد تغلبها في المنازلة الترتيبية على نظيرتها الإيطالية نيكول دي سانتو، وهذا بالقاعة الرياضية التابعة لمركز المؤتمرات الدولي. يأتي هذا مباشرة بعد إقصاء الجزائرية من دور نصف النهائي. شعور كما يقول لك فرحة كبيرة، الحمد لله يا ربي، وهران وهران صح في القلب، لأنه حققت فيها ميدالية ذهبية في بطولة أفريقية، واليوم ميدالية برونزية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، اللي هي ميدالية مستحقة. يكون في علمكم باللي كان مستوى عالمي، راهم هناك أبطال أولمبيين أبطال العالمين متواجدين في هذه الدورة، دونك اللي يطلع فوق منصة التتويج ديجا هذا إنجاز. الحمد لله، نشكر هذا الشعب، نشكر كل المنظمين على هذه الدورة اللي راهي ناجحة.